الولايات المتحدة الأمريكية قررت بل إنها تدرس قرارا مهما ألا وهو إدخال القنابل العنقودية إلى داخل أوكرانيا لكي يستخدمها الأوكرانيين ضد الجيش الروسي على مستوى الداخل الأوكراني بكل تأكيد. جاءت هذه التفاصيل كلها قادمة من رئيس أركان الجيش الأمريكي ألا وهو الجنرال مارك ميلي. military.com هي التي كشفت عن جميع التفاصيل التي ذكرت وخفايا هذا الأمر ودراسة الولايات المتحدة الأمريكية الجدية لإدخال القنابل العنقودية التي رأيناها في العراق والتي رأيناها في أفغانستان وفي العديد من الحروب، وهي واحدة من أشهر القنابل التي ممكن أن تستخدم على مستوى مثل هذه الحروب التي نراها بين روسيا وبين أوكرانيا. ولكي نفهم أن هذه القنابل في حقيقة الأمر هي عبارة عن حاوية كبيرة تقوم ومحشوة طبعا بقنابل أو متفجرات أو حتى متفجرات أو قنابل فيها أساسا مواد كيماوية أو ألياف الكربون وغيرها، نتحدث عن العشرات بل حتى في بعض الأحيان المئات بل حتى الألاف، هناك أكثر من 200 نوع للقنابل العنقودية التي ترونها بهذا الشكل. وببساطة القنبلة أو الحاوية تنطلق بهذا الشكل، تنفتح بهذه الطريقة في نقطة معينة عندما تقترب من هدفها، وطبعا تتناثر القنابل على الهدف الذي تستهدفه، وطبعا الأهداف التي تضربها الحاوية الواحدة فقط القادرة على إيذاء طبعا مساحة كبيرة للغاية في حقيقة الأمر. الحاوية الواحدة تستطيع ضرب مساحة ما يشبه تقريبا أو يساوي ملعبا لكرة القدم. وطبعا هنالك أمثلة جيدة مثل هذا المثال الذي ترونه، حاويتين بهذه الطريقة تسقط من خلاله القنابل وتحرق هذه المنطقة، وهي لا تستخدم فقط في الجو على سبيل المثال عبر الطائرات، لا أبدا، بل هي من الممكن أن تنطلق من المدفعية من راجمة الصواريخ. وطبعا روسيا استخدمتها خلال هذه الحرب ضد القوات الأوكرانية في كراماتورسك هنا في دانييتسك، كما ترون في تقرير قد صدر من الهيومن رايتس ووتش الذي وثق استخدام القوات الروسية لمثل هذا النوع من القنابل ضد القوات الأوكرانية. وطبعا هنالك مشكلة، على الرغم من الأمور تبدو متجهة في إرسال مثل هذه القنابل للأوكرانيين لكي يستخدمونها في الحرب، ولكن هناك مشكلة قد تكون مع بعض من الدول الأوروبية من دول حلف الناتو في موافقتهم أو رغبتهم أو حتى تشجيعهم على فكرة إرسال مثل هذا النوع من القنابل لكي يستخدم من قبل الأوكرانيين ضد الروس. وهذا لسبب مهم للغاية، لأن هناك معاهدة قد وقعت في عام 2008، هي معاهدة حظر الذخائر العنقودية أو القنابل العنقودية التي وقعت كما تحدثنا في عام 2008. أكثر من 100 دولة وقعت على هذه المسألة وعلى عدم استخدام هذه القنابل لسبب بسيط، أن المدنيين هم الضحايا لمثل هذا النوع من القنابل عندما تستخدم، بل إنهم اكتشفوا بعد دراسات كثيرة بأن الضحايا بشكل أكبر تقع، والضحايا هم المدنيين أكثر حتى من النقاط العسكرية التي تستهدف باستخدام هذه القنابل. لكن الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو حتى أوكرانيا بل حتى الصين هي ليست من الدول الموقعة على هذا النوع من المعاهدات، وعلى هذا الأساس هي ليست ملزمة على مسألة استخدامها أو على مسألة الامتناع من استخدام مثل هذا النوع من القنابل. وبالتالي هو قد يكون مسألة فيها إقناع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من الدول لإرسالها للأوكرانيين، خاصة كما تحدثنا أن الروس يستخدمون هذا النوع من القنابل ضد الأوكرانيين، ليست موجودة هذه الدول من ضمن هذه المعاهدة. وفي نفس الوقت أن الأوكرانيين يتقدمون بفاعلية وبشكل جيد ولكن ببطء كبير للغاية، التقدم لم يكن متوقعا أن يكون بهذا البطء بحسب ما نشرته طبعا وما نشرته military.com. وواحدة من الأمور التي تؤكد عملية التقدم الفعال من قبل القوات الأوكرانية هي باخموت التي سيطرت عليها روسيا وتحديدا قوات فاغنر، فإن القوات الأوكرانية بعد عملية خسارتها طبعا وسيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة، بدأت القوات الأوكرانية في حقيقة الأمر بالعمل بشكل مكثف من خلال الهجوم المضاد لإعادة السيطرة على هذه المنطقة. وطبعا
إحدى أهم أمور التقدم التي جاءت هي جاءت إلى جنوب باخموت هنا باتجاه كليتشيفكا. وإذا ما حاولنا على سبيل المثال عملية أخذ الصورة الأحدث من الديب ستيت التي ترونها هنا، ستلاحظ بأن هنالك فرقا في عملية التقدم الأوكراني هنا في 30 من يونيو. وستلاحظ إذا ما أخذنا الصورة بهذا الاتجاه ستلاحظ بأنهم تقدموا هنا في 1 يوليو، وتلاحظ هنا 28 من يونيو، 30 من يونيو، والأول من يوليو كان هنالك تقدما للقوات الأوكرانية. وبهذا القوات الأوكرانية من هذا التقدم الذي جاء على الأقل خلال 24 ساعة الماضية تمكنوا من السيطرة على القناة المائية التي كانت تستخدمها القوات الروسية في عملية الدفاع أو الكر والفر مع القوات الأوكرانية. وأيضا أن القوات الأوكرانية بتقدمها هي تتجه إلى جنوب كليتشيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية، لديها فرصة للسيطرة على هذه المرتفعات بل حتى هذه المرتفعات، ولكن الفرصة تبدو أكبر من هذا الاتجاه الذي أشرنا إليه. وبالتالي هي ستسيطر ناريا على هذه المنطقة، والقوات الروسية ستكون أمام موقف بأن عليها الانسحاب بسرعة لأنها ستكون تحت رحمة النيران الأوكرانية مع مسألة هذا التقدم. وأيضا أن القوات الأوكرانية لديها عملية رصد كبير للمنطقة الجنوبية هنا بهذا الاتجاه من كليتشيفكا تقريبا، أو حتى من هذا الاتجاه عند المدخل أندرييفكا التي ترونها، يراقبون كل شيء ويضربون الجنود الروس شيئا فشيئا ويحاولون تحقيق إحاطة كبيرة في هذه المنطقة والسيطرة على المنطقة الجنوبية بأكملها. ونلقي نظرة على مقطع فيديو قد نشر في 24 ساعة الماضية لعملية رصد أوكراني لأحد الجنود الروس في نقطة موجودة في كليتشيفكا، لنلقي نظرة على هذا المقطع الذي استهدف جنديا واحدا من الجنود الروس الهاربين والمنسحبين من المنطقة. ولاحظ كيف أنه قد استهدف في هذه النقطة. لماذا هذه الضربة تعتبر مهمة تكتيكيا استراتيجيا؟ توضح أن القوات الأوكرانية تخطط لعملية الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن هل هذا المقطع فعلا قادما من كليتشيفكا؟ هذا هو السؤال الأهم. بالتالي إذا ما ذهبنا إلى المقطع بسرعة مرة أخرى الآن ونحاول الذهاب إلى هذا المقطع، إلى صورة من المقطع الذي رأيناه، سنلاحظ بأننا أمام علامات واضحة مهمة مثل هذه العلامة الأولى، أو حتى أن الأشجار تبدو مناسبة هنا بهذا الشكل، وأيضا نحن أمام طريق أول وطريق ثاني، وهذا الطريق مميز آخر يأتي بهذا الاتجاه. وطبعا الجندي الروسي كان يتحرك في هذه المنطقة وتعرض لهذه الضربة. بالتالي هل هذه المنطقة فعلا في كليتشيفكا كانت تجه إلى القمر الصناعي بسرعة؟ وهذه هي باخموت، هذه هي كليتشيفكا إلى الجنوب. الصورة تبدو مظلمة نوعا ما، لنأخذ صورة أوضح. نعود إلى عام 2022 قليلا في القمر الصناعي، ستجد أن الصورة نوعا ما ستتوضح هنا. وبالتالي تبدو الإشارات هنا عندما ترى خاصة هذا الطريق الممتد إلى كليتشيفكا مباشرة مع الالتفاف إلى الشمال قليلا، سترى بأن الموقع فعلا يتطابق مع ما رأيناه الآن في الصورة. ها أنت أمام نفس العلامات تماما، كل شيء متطابق في هذه المنطقة. وستلاحظ بأن هذا الطريق هو نفسه، وهذا يؤكد أن هنالك طريق كان حقيقة يتحرك به الجندي الروسي وقد ضرب من قبل الأوكرانيين، وهذا يؤكد أن هنالك رصدا كبيرا لهذه المنطقة من قبل القوات طبعا الأوكرانية بهذا الاتجاه، وهي تحاول من عملية السيطرة والالتفاف على كليتشيفكا وإنهاء السيطرة عليها. وهي كما تحدثنا كليتشيفكا ستعتبر وهي تعتبر حجر الأساس ما سيطرت عليها القوات الأوكرانية، وهي تبدو قريبة من هذه المسألة في إنهاء مسألة السيطرة على كل المناطق الجنوبية لباخموت والتقدم طبعا على هذا الطريق وقطعه تماما. ويجب أن ننتبه في الشمال قد لا يكون التقدم سريعا، ولكنهم حققوا عددا من التقدمات حقيقة أو النجاحات العسكرية في هذه المناطق عندما بدأوا بالهجوم المضاد الأوكراني باتجاه برخيفكا على سبيل المثال، أو حتى باتجاه سوليدار المنطقة المهمة للغاية. وبالتالي يفتح الباب للقوات الأوكرانية للسيطرة على هذا الطريق، وبالتالي باخموت فجأة تبدو محاصرة، وبأن على القوات الروسية الانسحاب من هذه المنطقة. عمل كبير تجاه كليتشيفكا من القوات الأوكرانية،
ولكنه بطيء نوعا ما في عدد من الجبهات، بالتالي دخول مثل القنابل العقودية التي نتحدث عنها إن ما أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مفيدة جدا للقوات الأوكرانية في تحقيق مثل هذا النصر الذي تبحث عنه، خاصة وأنهم يتقدمون أيضا في عدد من الجبهات الأخرى. موقع رايبر الروسي تحدث عن عمليات تقدم تأتي في هذه الجبهة التي هي تعتبر جبهة ما بين دانييتسك وما بين زاباروجيا، ولكن في الأساس إذا ما أخذنا اللون الأزرق هنا فإنهم يحاولون التقدم الأوكرانيين باتجاه جبهة زاباروجيا، يحققون شيئا هنا من أوريخيف. هنالك ضغط كبير أوكراني من هذه المنطقة والروس منتبهين لهذا التقدم، بل إنهم منتبهين أيضا لما يجري بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا. كل طرف اتهم الآخر، ولكن في نهاية المطاف كان هنالك إغراقا لهذه المنطقة. القوات الأوكرانية لم تعد قادرة على مسألة التقدم، أو تأخرت مسألة تقدمها إن كانت تنوي هذا الأمر، أن تعبر نهر الدنيبر وأن تتجه إلى شبه جزيرة القرم. تقريبا تعطلت مسألة التقدم، ولكن انخفض منسوب المياه في هذه المنطقة بعد انفجار هذا السد. وكذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأننا الآن في الصيف، وبالتالي أيضا المياه تتبخر بسرعة وتجف بسرعة، وبالتالي هذه المنطقة جفت فيها الكثير من المياه بسبب تفجير السد، بسبب أجواء الصيف طبعا بكل تأكيد، وهو الذي يفتح بابا الآن للقوات الأوكرانية للتقدم وفتح جبهة جديدة تجاه القوات الروسية في هذه المنطقة، وأن لا تكتفي في مسألة زاباروجيا فقط بهذا الاتجاه. هنالك سيناريو خطير الجميع يراقبه، وهو سيناريو مفاعلي زاباروجيا، أو كما يطلقون عليه مفاعلي إنرغودار. هنا فهنالك حديث كبير وخطير للغاية قادم من زيلينسكي، نشرته البوليتيكو في عدد من الاجتماعات تحدث عن هذه المسألة، أكد مرة أخرى أن القوات الروسية في حقيقة الأمر هي قامت بتفخيخ هذا المفاعل، وهي لا زالت تسيطر على هذا المفاعل، ولكن لديها خطة بأنها ستجعل القوات الأوكرانية فعلا وستسمح لها للتقدم إلى هذه المنطقة، ولكن بعد التقدم ستقوم بتفجير هذه المفاعلات بأكملها، وستقول أن المفاعلات من فجرها هي القوات الأوكرانية، كانت تحت سيطرة الأوكرانيين، هم المسؤولين عن هذه المسألة. وهنا طبعا سينتشر النووي والمفاعلات أو عملية الإشعاعات النووية الخطيرة، وستضطر أوكرانيا لإيقاف هذه العملية، العمليات الهجومية أو عملية الهجوم الأوكرانية المضاد، وبالتالي تنجح روسيا في مسألة إيقاف هذا التقدم أو تحقيق أي نجاح ممكن أن يؤدي للوصول إلى بحر آزوف. وهذه المسألة لن تعد قادمة فقط من زيلينسكي أو القيادات الأوكرانية وما يتحدثون عنه، لا أبدا، بل أن هنالك طائرة قد ظهرت أمريكية وصلت في حقيقة الأمر إلى أوروبا، هي WC-135R Constant فينيكس. هذه الطائرة كما يطلقون عليها أيضا نيوكلير سنيفر، بمعنى آخر بأنها طائرة الشم النووي، وهذه الطائرة قد ظهرت بهذا الشكل بحسب الفلايت ريدار 24، وهي تدخل إلى أوروبا، إلى إسبانيا، هنا البرتغال. هذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة، دخول هذه الطائرة إلى أوروبا في هذا التوقيت تحديدا مع التحذيرات من مفاعل زاباروجيا قد يعني بين الأوروبيين والأمريكيين يعرفون شيئا لا نعرفه هنا في الإعلام، وبالتالي المسألة خطيرة للغاية، لأن هذه الطائرة تقوم بعملية فحص الإشعاعات النووية في الجو في المنطقة على الأرض من أي حادث نووي ممكن أن يأتي، وبالتالي قد نكون أمام تحضيرات لحادث نووي خطير تراه الولايات المتحدة الأمريكية بأنه وشيك للحدوث أو طبعا سيحدث قريبا. هذا على ما يبدو عليه وتبدو عليه الأمور، ولكن بشكل عام القوات الروسية اليوم، تفاصيل نشرت اليوم ونشرت يوم أمس، وأكدتها اليوكرين فورم بأن الروس يحشدون باتجاه زاباروجيا بهذا الاتجاه، وطبعا يقومون بعملية تحشيدات كبيرة من هذه المنطقة من شبه جزيرة القرم من أجل صد أي هجوم ممكن أن يأتي من قبل القوات الأوكرانية في هذه المنطقة. وليس هذا فحسب، بل أن هنالك تحضيرات كبيرة من قبل القوات الروسية في مسألة نجاح للهجوم المضاد الأوكراني هنا باتجاه توكماك. فطبعا القوات الأوكرانية هنالك حسابات كبيرة للروس في مسألة الدفاع عن توكماك، بأنهم قد لاحظوا بشكل واضح بأن لو القوات الأوكرانية تريد الوصول إلى ميليتابول
أو بيرديانسك، فإن عليها أولا الوصول إلى توكماك، وبالتالي هم بدأوا يتخذون عددا من الإجراءات المهمة بالنسبة لتوكماك لحمايتها، ألا وهو خلق سد إلى شرق توكماك لخلق بحيرة في هذه المنطقة هنا لمنع القوات الأوكرانية من التفكير في عملية الالتفاف من بولوي هنا، وطبعا محاولة محاصرة توكماك من الجهة الشرقية مع التقدم بهذا الاتجاه من الغرب، وبالتالي يدفعون القوات الروسية لعملية الانسحاب. وكانت هنالك مصادر للأقمار الصناعية قد نشرت هنا بحسب البيلينكات ساتلايت التي نشرت هذه التفاصيل ونشرت صورة السد إلى شرق توكماك الذي ترونه بهذا الشكل. هذا هو السد ببساطة، وبدأ طبعا هذا الأمر منذ الثاني من مايو كما تلاحظون، بنته طبعا القوات الروسية بحسب شركة بلانت. وستلاحظ هنا عندما نقترب من هذه الصورة من هذه المنطقة تحديدا، ستلاحظ أن هنالك سدا قد بني هنا. هذا هو الصورة، قد لا تكون واضحة ولكن هذا هو السد. لاحظ التغير كيف جاء بهذا الشكل، وإذا السد أصبح بهذا الشكل. وبدأت تمر الأيام وتلاحظ أن المياه بدأت تكبر شيئا فشيئا حتى أصبحت بحيرة كبيرة مقارنة بما كانت عليه بحسب آخر صورة قد جاءت من الأقمار الصناعية في هذه المنطقة. وبالتالي طبعا إذا ما جئنا إلى صورة أخرى إلى شرق توكماك، هنالك ثلاثة سدود قريبة من توكماك تفخخها القوات الروسية من أجل استعداد حقيقي لأي تقدم أوكراني في هذه المنطقة. وبالتالي إذا ما جئنا إلى نفس المنطقة هذه توكماك إلى الشرق، إذا ما أردنا أن نعرف أين تقع هذه المنطقة، فإننا بمجرد الاقتراب إلى شرق توكماك كما تلاحظون سترون ببساطة هذه نفس المنطقة التي تمت الإشارة إليها من عدد من المصادر أن هنالك سدودا روسية موجودة بهذا الاتجاه. بالتالي الفكرة بالنسبة للروس هنا ببساطة بأنهم يقولون بأننا يجب أن نبقى مسيطرين على هذه المنطقة، شكلنا سدا في هذه النقطة وهنالك سدين بهذا الاتجاه وسد آخر في هذه المنطقة. إذا ما جاءت القوات الأوكرانية على سبيل المثال من أوريخيف، جاءت إلى بولوي هنا أو حاولت تقدم إلى منطقة روبوتنا وبدأت تبحث عن عملية الوصول لهذه المنطقة ببساطة، سنقوم بتفجير هذا السد وهذا السد وهذا السد ونبقي على هذا السد، وبالتالي نغرق هذه المنطقة ونحقق بحيرة كبيرة في هذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس نقوم بتوجيه ضربات عنيفة للقوات الأوكرانية المهاجمة لنستنزفها قدر الإمكان. بالتالي هنالك تكتيكات كثيرة، ترتيبات كثيرة دفاعية من قبل القوات الروسية هي تقلق الغرب نوعا ما، الأوساط الغربية في مسألة التقدم طبعا بكل تأكيد الذي يجب أن ينجح من قبل الأوكرانيين. يريدون أن يحققوا أكبر ما ممكن أن يتم أو أكثر ما يمكن تحقيقه خلال هذا الصيف قبل بلوغ الشتاء، لأن الشتاء دائما حليف الروس كما هو معروف عبر التاريخ.